دورسي لبيترسون المحترف الثاني اللي بيلعب فقط في بطولة وصل لأشرف الهندي النجم المتألق. تصويبة ثلاثية يا حرام من اند اوت، لكن في متابعة من دورسي ونقطتين عم بي قوي. كرة مع بيترسون مرة ثانية لفريدي، فريدي اللي كان خطأ إداري انه تحت السلياس. سلام على الاسيست، كيف سجاد دورسي ومن باك بورد عم يسجل. دورسي يصير مبارك الحجم كابتن لصالح ايران بعدم وجود شاهر، لكن المس ماش تحت السله. بيترسون وحمارشي عم بواجهوا عمالقه. سجل دورسي، رائع دورسي. فريدي بلوك، نعم، والريباوند لدورسي. يا سلام يا دورسي، الله عليك، متالق اليوم. تصويبه ثلاثيه دورسي، دورسي الحل دائما. دورسي تصويبه ثلاثيه، شو عم تسوي يا دورسي؟ الله يحميك. كره بطول، يا سلام، شو هالدورسي هذا؟ الحل او الجواب دائما دورسي. تصويبه ثلاثيه، الجواب والحل هو معقول. هلا زي ما حكينا بالهيك، وهو رمات الميزان بفريق الخبره تبعه كثير اجريسيف ناحيه دفاعيه، وعنده ذكاء ذكاء كثير واضح. تلاقي محترفين، نعم، عنده ذكاء كثير واضح من الناحيه الهجوميه يعني، وعم بوزع مجهود اللاعبين كمان. نعم دورسي، شوف لازم ذكاء دورسي. دورسي نعم، أرثوذكس لازم هلا يستغل كل الاخطاء عشان يسجل يدخل على يكون على الفري ثروز ويكبر الفارق. رجع يكبر الفارق مره ثانيه. شفنا دورسي كيف بذكائه قدر ياخذ الفاول، هذا الصح لازم تلعب. نعم. يعني شفنا فريدي رغم الاسيست اللي قدمه، لكن في كم من هجمه كانت فرديه منه. عم بحكي كابتن سامر انه عم يستفيد كثير من بطوله غرب اسيا، صار في احتكاك اكثر للفرق كلها بمنطقه غرب اسيا. اكيد الارثوذكسي هو ابرز المستفيدين على مستوى الاردن. طلع قوه الدفاع وبسدد، يس، الارثوذكسي. يا سلام يا دورسي، الله عليك يا دورسي، نقطتين في غايه الاهميه. نحن ما شفناها من مسافه بعيده لانه ما شفناها بشكل دقيق. وبسجل الرمي الاضافيه دورسي. اكسروا لنا حاجز هالعشر نقاط شوي. 30 نقطه مسجل دورسي. نعم. دورسي. 10 ثواني. هي يا دورسي، الله عليك.